طبعا حاجة الحمد جميلة لله جدا. الحمد لله. وبعدين بقى كتاب قاهر المنش، اه خلينا بقى نعرف اصلا فكرة الكتاب وفكرة برضو ان كابتن محمود الخطيب اكيد كان ليك لقاءات معاه والكلام اللي كتبه، يعني خليني اعرف او طيب، كلنا نسمع. انا هحكي قصة حصلت معايا مع كابتن محمود الخطيب من اكتر من 40 سنة، ولسه مأثرة فيا لغاية النهاردة، ويمكن خلت اسلوب حياتي يعتمد على جزء من التربية والحاجات اللي شفتها من الناس الافاضل زي الكابتن بيبو. ومش بقول الكلام ده عشان في قناه الاهلي، انا بقوله من قبل ما اجي لحضرتك وبقوله في كل حته، لان انا عشت في انجلترا 20 سنه، اتقابلت مع مصريين كتير واتقابلت مع ناس كتير، حكيت لهم اللي حصل معايا مع الكابتن محمود الخطيب. انا لما طلعت المنش كان اتحاد السباحه مش مصدق ان انا ممكن اعمل المحاوله. فقالوا لي مين السبونسر بتاعك او مين الممول بتاعك؟ فرحت لوالدي بقى وبعيط له كده، بقول له يا بابا بيقولوا لي سبونسر. سنه 83 ما كانش فيه بقى يعني لسه حد، الثقافه دي مش الثقافه موجوده. مش موجوده. فقال لي يا ابني قول لهم بابا موجود وهو اللي هيدفع لي المحاوله. رحت وربنا كرمني ونجحت، وبعد ما نجحت الحمد لله كنت عايز ارجع بقى مصاريف اللي صرفها بابا، يعني عشان اقول له متشكر وكده، يا ابويا انت عملت كتير، ميرسي كتر خيرك وكده. فما لقيتش استجابه ساعتها من المسؤولين كانوا في الاتحاد. فكان ليا صديق في المدرسه كان اسمه الكابتن مجدي عبد يعني بعد الرحمن. فوزك ما كانش في حتى وقتها استجابة من الاتحاد ان هم لا 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 موضوع غريب للاسف المفروض يعملوا الشديد لك يعني. مكافأة اصلا كبيرة. الحمد لله يعني. ماشي. بس المهم يعني فظروفي كانت كده ساعتها. المهم فكلمت الكابتن مجدي عبد الغني، كان زميلي هو في المدرسه في ثانوي، فقال لي اللي هيحل لك الموضوع ده الكابتن محمود الخطيب. رحنا النادي الاهلي، قعدت على سلم النادي الاهلي كده، كان لسه البوابه القديمه، ومجدي كلم الكابتن محمود وقال له خالد ده عنده حصل معاه مشكله كذا كذا وعايز يعني يسترد الفلوس بتاعت والده يعني وكده. رفع سماعه التليفون، كلم الدكتور عبد الاحد جمال الدين، قال له البطل خالد شلبي ده طلع على حسابه ومثل مصر ونجح صح. وكده. تاني يوم الصبح لقيت 10,000 جنيه شهادات استثمار جايه لي من وزاره الشباب والرياضه، جزء منها مكافاه وجزء منها المصاريف اللي صرفها والدي على محاوله عبور المنش. المهم بقى ان انا بعديها ما شفتش الكابتن محمود لمده 38 سنه، مفيش علاقه مباشره خالص. بيني وبينه، اكتر بس من الموده والحب في الله من بعيد كده، ولما بتيجي سيره الراجل ده دايما بذكره بالخير. كنا بنعمل بطوله للولاد في قدام النادي الاهلي من سنتين تقريبا علشان نختبرهم يستحملوا الميه الساقعه ويعوموا في ميه النيل. فاستأذنت كن العميد محمد مرجان كان مدير النادي ساعتها، واستأذنته ان يكون موجود الكابتن محمود الخطيب علشان يدي إشارة البدء للولاد دول. وقابلت الكابتن محمود وفكرته باللي عمله معايا من 38 سنة، لقيته مش فاكر الحقيقة وبيقول لي، بقول له شكرا، قال لي اشكر ربنا لان ربنا هو اللي بيسبب الأسباب. فدي من الحاجات اللي اتعلمنا منها الرجولة والاحترام والمودة والرحمة من غير ما يكون ليك مصلحة او منفعة شخصية صحيح. مع حد. صحيح. ودي حاجات اللي بنينا عليها حاجات كتير في حياتنا، زي دول بعتبرهم قمم يعني الحمد لله. كابتن خالد، يعني تسمح لي لو الكلام ده مش مجاملة تماما، اتفضل. لان انا قابلت كتير، دي دموع بقى ولا ايه يعني؟ لا ده لا لا. كلام يا كابتن خالد والله، يعني طبعا اكيد حضرتك لما بتفتكر بتتاثر، ده شيء طبيعي طبعا جدا وحاجه جميله، بس احنا مش عايزين دموع بقى. لا الحمد لله احنا فرح ان شاء فرحانين الله بحضرتك ان جدا. شاء شوف الله على مدار كام سنه، ان والله شاء الله. بجد حضرتك مثال مشرف بجد شكرا للمواطن المصري والرياضي المصري والله شكرا بجد. يا فندم.